ورجعنا ايه يا كريم؟ ورجعنا تاني للفاست فود، الاكل السريع بس الهيلثي اللي معمول في البيت. ودلوقتي بعد ما قدمنا البرجر وال بروست كنت هقول الاسم. تالت حاجه من الحاجات اللي ليها شعبيه جامده جدا الشاورما، كلنا بنحبها. فالنهارده جايبين لكم شاورما ابو رضا عشان الابهات كتروا، كل واحد يفتح محل شاورما يبقى ابو حد، ما ينفعش يبقى لوحده. ما تفهميش ليه. فابو رضا هتعمل لنا ايه؟ شاورما زي شامي. ايوه ما هي ابو يبقى شامي. ابو شامي. عندك ولاد؟ اه. اسمه ايه؟ لوجي. لوجي؟ ابو لوجي. شاورما ابو لوجي. اول حاجه هنخلي الفرخ. يلا. تاني؟ دي برضه الفراخ السليمة يا جماعة؟ ذبحت فراخ النهارده. لا ما اصل ايه؟ هو بيخلوها. هي شاورما بتتعمل مع انهي حته في الفرخه؟ كل الفرخه. اه والله؟ حتى العظم. بالجلد؟ بالجلد كمان. ما ترميش ما ترميش حاجة. دي الفرخة يا لينا. طب احنا لما نجيب يعني ماشي، انا يعني انا افضل ان انا اجيب الفرخه مخليه في بيتنا. ليه؟ لان انا مش عارف اعمل زيك كده. ماشي، ما هو دي جراحه عامه يا شيف. بس هي ما فيهاش حاجه على فكره متخيله. ليه؟ هي يعني احنا عملنا حلقه عن الفرخه بتتخلي ازاي. بتفرج عليها بقى مع الشيف فادي. عشان تعرف. اتفرج عليها ايه ده؟ عشان تعرف. ايه ده؟ انت ما كنتش موجود؟ كنت موجود. شو رايك دي؟ ايوه. معلش بقى انا تني كبر يا بنجا. بنجا الاول ودخل عليها بالمشط. بنجا بنج الفرخه ليه؟ ايوه. كانت صاحيه. الفرخه الخريفه. اوكي. ايه ده؟ شوف ثواني. تمام. وده الدبوس. ده بقى الدبوس ده. ده ها خلاص كده الفرخه اتحرقت. اوكي. اوكي. ده ولا سحر ولا شعوذه؟ لا لا خالص. بعدين بقى المقصره. مقصره دي مش الدرجه دي. مش هي اللي بتطلع الشرايين يعني. اوكي. السكينه صح. ده كده الصدر اللي احنا ممكن في الاخر نشيلها تدينا كده. اه اوكي. صدر فين؟ بقيت بقى بقيت اللي هي البريست. اوكي. بقى صدر كده. راح البريست. انا كرب. ايه ده؟ ايه الاعجاز؟ بنروح في السوبر ماركت بندفع زياده على ثمن الفرخه. ايوه زياده من بقى علشان نشتريها مخليه. مصنعيه يا ابني. صحيح. فرخ مصنعيه. مع انها في ثواني. اه. احنا في الشاورما بنحتفظ بالجلد؟ اه بالجلد نفسه بيبقى فيها زي حاجه نسبه دهن كده بخليه. اه. ودوت بقى انت ممكن تسويه. اه. صوص لتر صوص على 200 جرام زبده. يبقى الحاجه اللي بتتباع عليها تشيكن وينز بتاعت اللي هي المطاعم الكبيره. اوعى تقول اوعى تقول المطاعم اللي هي الفجوه دايما. ايوه. اه اوكي. وده السر اللي انت لو انت هتعملي حاجه في الحلقه اللي بعد كده. اوكي. ناخد منها حته؟ يعني ممكن ناخد من الصدر ونحطه في الشاورما برضك. اه ناخد من الصدر ونحطه في الشاورما. اه. يبقى كل بتبقى الفرخه كلها. لا بصي يعني الشاورما بتاعت الشارع او الاوت ديت بيحطوا دهن الفرخه جوه الشاورما نفسها. هم بيحطوا دهن فوق. اه بتشوفها في السيخ كده. اه طب سؤال يا شيف، السيخ الشاورما اللي احنا بنشوفه اللي بيلف ده ده بيبقى فيه ايه؟ سيخ الشاورما هو دي فراخ يعني. هو بيبقى فيه فراخ بس يعني لو احنا عايزين نقول للناس اللي موجود فيه اللي احنا ما بنشوفهوش مستتر يعني ايه اللي بيحط طماطم في مثلا حتت فراخ مش المفروض انها تبقى موجوده عشان تزود الكميه دهون مثلا او بيشيل خلفيه بتاعت الفرخه والرقبه ويحط الفرخه زي ما هي وتقعد بقى تهاتي ويفضل يقطع فيها وما ينضفش زينا كده بيطبخ الفرخه. هي دي بقى النقطه، هي دي النقطه اللي انا قصدي عليها ان الفراخ عمرها ما بتنضف لما بتيجي تشتريها من على السوق. هما بيغسلوا بيغسل بس برضه هو لا اليومين دول بقى ما بيبقاش كده يا شيخ. لا لا اليومين دول المطاعم برضه بقى فيها نظافه شويه. هو احنا يعني الحلقه مش ان احنا بنقول ان الاكل بره كله وحش، احنا كلنا بناكل بره بس يعني لو نقدر ان احنا نعمل الحاجات دي جوه يبقى هيلثي اكتر واكيد ارخص يعني. طب احنا هناكل فين بعد ما نخلص هنا؟ هنروح نطلب من فين اكل؟ اه هنكلم دلوقتي بعد ده كله. بص انت بتبص بقى حط ايه بقى؟ شويه ميه بصل اعصرها بايدي بقى. اه اوكي ماشي. معلقة زبادي. معلقة زبادي. ركزوا عشان دي تتبيلة الشاورما. ابو لوجي. ابو بص هي معلقة شوية ليمون صغيرين. انا ما بلاقيش ليمون اما باكل شاورما، ما بيجيش في بقي ليمون. لا دي مزازة مزازة كده. مزازة زينة. طبعا. وسن التوم صغيرة. اوكي. توم يا كريم. حبيبي. اه وبعد كده بقى نحط ملح في زعتر في بس يعني ايه بقى خفيف بقى. رشة نفحة. نشحة نشحة مين؟ لا هي لا فلحة. لا
هي نفحه مفيش نشحه ولا مفيش لا يبقى سحله. المسرحيه دي كانت حلوه. يا شعبي الحبيب. قرار جمهوري. سنة زيت؟ زيت عادي ولا زيت؟ زيت عليا بقى. زيت عادي بتاع. اصل بره بيبقى زيت عربيات عادة مش. لا بس حلوة قوي الفكرة، الزبادي كمان بيدي يعني تبقى لحمة طرية مش احنا عايزين بقى زي ما بتتعمل بالظبط. اه. انا عايزة الشندوتش زي ما بستلمه على طول. قلب 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 قلب. اوكي. صبح صبح صبح. تمام حلوة سهلة قوي. بعدين نرمي في الطاسة. اما الزيت يسخن انت في الطاسه. ايه بقى الفكره كلها كمان الساندوتش بيحط ما يحطش طحينه. اه بيحط زبادي مع طحينه من غير فرد. ما طحينه مش معموله سلطه خام بجد يعني خام خام دي يعني كده زي ما هي زي ما هي كده. بص هو الزبادي اهو ده انا ما شفتها قلت انا غلطت. لا مش غلطت والله. طحينه كده عايز زبادي. اه اوكي يا سلام بتحس ان في حاجه مزه. ايوه صح الساندوتش هي دي بتبقى طحينه على زبادي. طحينه على زبادي بس. اوكي تركاتك بقى. لا بقول لك ايه دي افكار بمليون جنيه. في ناس بس تشغل بس القناه في المطاعم بتاعتها وتطبخ للناس. عايز ايه الايتم دوت ولا برنامج 6 ميت ولا عايز تطبخ من اسيا ولا عايز تطبخ من رمين ولا من اميه ولا. لا بس حلو قوي فكره حلوه. اوكي وايه الحاجات بقى اللي تتحط تاني في الساندوتش بقى؟ بصل. اه دلوقتي بتحضر بقى للساندوتش. ده اللي هيتحط في الساندوتش. لا ده بيتلف مع مع الحاجه مع الفراخ. انا كنت هساعدك بس بعد اللي حصل ده مش هساعدك. لا لازم الحاجه كده تحس زي ده مش عشان نرمين غير. انا المساعد بتاعك يا عادل دي مضيعه على مين؟ المساعد مش عليك كلها بليه بليه. احنا دلوقتي في ناس بتقطعها كده بس احنا بنقطعها نص جريان. الرموش هتقع وموقف هيبقى وحش. لا اوكي طيب. اه بصل ده ساندوتش مش كده ولا مكونات؟ لا ده اكيد هيتحط هنا. هيتحط هنا. اوكي شفتي بقى خبره بقى الوقفه معاكي في المطبخ. انا على يا ريت الناس اللي بتتفرج علينا ما حدش يحاول يقطع ال بطريقه الطريقه دي لانه يعني هيفشل هيقطع طبعا. خدوا كلامي عن خبره في صباع. اه في الاخر البصلات. اوكي انا ممكن اخش اقلب لك بقى دلوقتي. اوكي تعالى قلب بس بلاش الحاجات العصبيه. طيب بعدين بقى احنا نعمل نقطع الطماطم دلوقتي. طماطم كده. الله على اللسعه. شوف هيقطع الطماطم ازاي. الطماطم دي بقى بتاعت ساندوتش ولا بتاعت شاورما؟ لا بص حط بتحطها عشان دي هو في المحلات بيعمل ايه؟ بيعمل كل حاجه ونازل شاورما على جريل. بعدين يبتدي يسخن الحاجه مع الخضار. ايوه صح كده. في تحت الشوارع تحت السيخ. تحت السيخ بيبقى فيه اللي هو انا السيخ دلوقتي مرحله السيخ. انا عايز اعمل بقى زي ما انت بتعمل شويه بقدونس. بص بص عرفت بردك مع هتتحط في الطاسه. اه البقدونس اول ما الفراخ تبتدي تستوي تبتدي بس شويه بقدونس بس وخلاص على كده. لكن الساندوتش نفسه انت هتطبخ ده تاني ولا لا؟ لا خلاص كده هنحط فيه بقى اللي احنا عملناه اللي هو الطحينه مع الزبادي. اوكي حلوه. طب والطحينه والزبادي ما فيش تبديل يعني ما فيش ملح فلفل ولا اي حاجه؟ لا انا حاطه خيام على الزبادي. لا هو زبادي. اه هو حاطه خلاص. لا انا قصدي انت ما بتتبلهاش مثلا تاني؟ هو بيحط خيار مخلل. اه وهي المزازه بتاعتها بتبقى طاغيه عن كل شيء. هو الكلام ده هيجي هنا ولا ايه؟ اه الكلام ده اول الكلام ده انا مستنيه عشان هنا الكلام ده كتير. يلا قلبي بقى قلبي بقى رشا. انا عمال اقلب اهو ده انا عملت الحركه اياها دي اهو بصوا. واو لا بقى ايديك اللي بتقلب كده. لا هتبقى في وشي بقى وهتشوه. هبقى المذيع اللي يشوهها. انت موافق على حاجه بعملها؟ لا موافق. موافق على حاجه بعملها؟ معاكي انا دي بس. يلا بص بقى اعملها لي بقى ايه؟ السلام بس خلاص؟ خلاص كده اوكي. شيلها بقى؟ ادور واطلع بقى. ادور نضف بس مكاننا. اه نضف بس مكاننا عشان ازاي هو واثق فيا كده ليه؟ ما تقول لي اعمل ايه؟ اه شيل بقى. اشيل بقى. طب لا قول من زمان الحقيقه مش متعوده هي على الثقه دي متعوده على المرياسه. مفيش حد مرميه صوت تتريس عليها. لا لا يا جماعه عليك ايه؟ انا ما وقفتش مع امي في المطبخ قد ما وقفت مع نرميه. بس هو العيش بتاعنا اهو.
ايوه دي اللحظه اللي احنا بنستناها من زمان. العيش الشعبي بنستناها ولا العيش اللبناني ولا ايه؟ هو بيبقى عيش صاج. اه ده اللي بيتعمل بس نعمله في البيت ده ينفع؟ لا صعب قوي الموضوع ده. ما ده صاج بقى يلا. اه بيبقى بص ده اوكي. انا عايزه ادوق البتاع دي لوحدها. ايه البتاع لوحدها؟ اللي هي اللي انت الخدعه اللي انا فاكراها سلطه الطحينه طلعت زبادي على الطحينه. فديعه؟ اه الفديعه. هدوق ارجع لك حالا. ايه رايك؟ هي هي هو نفس الطعم. اه والله ده ايه ده الزبادي اللي كان على الطحينه؟ زبادي وطحينه. ايوه زبادي وطحينه خير. طب النار؟ نعم اه طفيت. عايزه ولعه؟ لا مش طبعا. والنبي لا هو ده الكلام. شكله جميل وريحته حلوه كمان. الريحه احنا ثلاثه ها؟ ما تفرضش ايدك قوي عشان باقي. وكريم ما بيرحمش. انا مش قادر. مش قادر؟ هتاكل؟ لا هو كده بقى. حصل. ابو ليوجي عامل لنا شاورما عظمه. اه بس ايوه هات ده بقى انا. اه خد. ايوه انا حلو قوي. كلام كبير كلام مهم. طب وممكن بعد كده ممكن بقى نقدمه على الجريل مش كده؟ بص بقى عشان ايه قال يعني ايه؟ لا ممكن تاخدي وش العيش الشامي بس تعمل حطه في تعمليه هو الرات. آه. هتلاقي شكله هتلاقي حتى بقى لما معاكي ما فرولش زي ما عملنا الراب من كام يوم. كلام مهم جدا. تفتكروا مع الحواوشي. حواوشي هتحط لهم اي حاجه منظر كده فوق؟ لا هو بص هو بيبقى كده بيبقى مع خيار مخلي. احنا بنحط الخيار المخلي جنبنا. اه اوكي بنقدم كده. طب عايزين حاجه ساقعه ولا ايه؟ اه حاجه ساقعه بقى نجيبها في الفاصل. تيك اواي ولا لا موتوسيكل بره؟ الطيار افصلينا. ايوه حد من اتفضلوا كمان. أيوة. بالهنا والشفا. انا بقيت فقر التجارب بتاع القناه. مش انت مش فقر انت مش مدينا فرصه. حد ما حدش هيطلع فاصل. ايوه دوق الاول. كل دي قطمه يامي اسد الغابه سخنه قوي. بص تقدر تاكل وسط كده. لا حلوه على فكره تنفع اعلان. اه والله ابو لوجي. ابو لوجي شاورما. كنا مع ابو لوجي. قابلكم بعد الفاصل بعد ما ناكل سندوتشين الشاورما دول. نرجع لكم تاني مع الشيف رضا ورشا ومنوين. صباح الفل. صباح الفل. ميرسي.